وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذن كيف تقيم يعني أهمية منح الجمعية الإصلاحية الأمريكية شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية والتي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي، وذلك يعني لبرنامج السجون المفتوحة في مملكة البحرين؟ مرحبا. في البداية لابد أن نشير أن الحصول على شهادة الاعتماد الدولية ACA يأتي بعد سلسلة من الإجراءات والمراجعات الدقيقة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية على المعايير والأسس المتقررة من قبلها. ثانيا، الحصول على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي يؤكد على نقطتين مهمتين. أول نقطة هي مدى تقييد الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالأسس والمعايير المتبعة عالميا في مجال التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل ويصون حقوق الإنسان. النقطة الثانية، التزام وزارة الداخلية بمنهج التطوير والسعي إلى تحقيق المعايير العالمية في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل والارتقاء بالخدمات على جميع المستويات بهدف ضمان حقوق النزلاء. نعم، برأيك ما هو أبرز ما يميز برنامج السجون المفتوحة وما هي أيضا أثاره الإيجابية على إصلاح الأفراد المحكومين والاستثمار بهم؟ أعتقد أن أهم ما يميز برنامج السجون المفتوحة هو المساهمة بشكل كبير في الاستقرار المجتمعي والأسري من خلال تأهيل المستفيدين من المحكومين عليهم في جرائم وجنح مختلفة بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبشكل إنساني، ومن ثم إعادتهم إلى الحياة الطبيعية بعد تدريبهم وضعهم على المسار الصحيح ليكونوا أشخاص فاعلين في المجتمع. أود أن أختم حديثي بأننا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نثمن التعاون البناء بين وزارة الداخلية والمؤسسة وإشراك المؤسسة في كل ما من شأنها أن يساعد في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأحب أيضا أن أؤكد دعم المؤسسة التام مساندتها لكافة الأمور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. شكرا. نعم، المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.